كابتن حسن الحصري المدرب العام لمنتخبنا الوطني، النهاردة انتهت التجربة الثانية الودية بالنسبة لمنتخبنا الوطني تحت 23 سنة ضمن الاستعدادات طبعا لبطولة العالم اللي هتنطلق يوم الجمعة إن شاء الله. طبعا تجربة الأمس كانت مش هي اللي كنا نتوقعها، اتغلبنا 4-2. النهاردة كانت تجربة موفقة لحد ما، بالتأكيد بالأمس يختلف عن اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو اليوم يختلف عن الأمس. أوكي. هي إن شاء الله. طبعا أنا هقول لحضرتك على حاجة، بالنسبة لمبارح حضرتك بتقولي التجربة مش مرضية. احنا تجربة امبارح مفيدة بالنسبة لنا جدا، احنا كان لازم نحكم على بعض اللعيبة، ما كناش نقدر ان احنا نخلي الفرقة الأساسية. حضرتك عارفة ده أول ماتش ودي رسمي لينا، أول ماتش في المباريات الودية بتاعتنا يكون أو جدي، يعني موقف حقيقي للمباراة الودية هو كان امبارح. طب هقول حاجة كابتن حسن، هل يعني وإحنا بنلعب المباراة الودية بالأمس اللي هي أمام تركيا المصنف الأول على العالم وإحنا مصنف رقم 10، كان ليها رهبة إن إحنا بنلعب مع تركيا؟ لا يا فندم، انت حضرتك شفتي المباراة وتابعتيها. احنا التلات اشواط الاولانيين احنا 2-1، احنا كترة التغييرات بس حضرتك عارفة بتأثر طبعا على المستوى الجماعي شوية، فهو ده اللي حصل يعني. لكن احنا امبارح كان ممكن نعمل مباراة نخليها زي النهاردة، نخليها تمشي في الاتجاه بتاعنا زي النهاردة بإذن الله طبعا، لكن احنا كان عندنا ادينا فرص لبعض اللاعبين وحبينا نعمل توليفة تكون يعني عايز اقول لحضرتك تكون نقدر نستغلها في الاوقات الصعبة، عملناها امبارح كررناها النهاردة في الجيم الخامس والسادس يعني. لكن احنا النهاردة كانت التجربة ان احنا يمكن التشكيل بنسبة 90% هو ده الاساسي، بنسبة 90-95% النهاردة. طيب بالتأكيد امبارح كان في سلبيات، بالتأكيد في ايجابيات النهاردة. امبارح يمكن السلبية اللي يمكن الواضحة جدا او البارزة جدا امبارح ان دي كانت اول مباراة، وزي ما حضرتك قلتي تفضلتي وقلتي ان تركيا ليها تصنيف اعلى مننا واحد. يعني واخد بال حضرتك ليها تصنيف اعلى مننا في المرحلة السنية دي، فبناء عليه كانت اللعيبة يعني عايز اقول لحضرتك يعني يمكن الشده بتاعت المباراه شويه، ومش كل اللعيبه برضو، لان احنا عندنا لعيبه برضو عندها خبرات للمباريات اللي زي دي، لان كلهم ما شاء الله جيل طالع مع بعض ولعب كاس عالم ناشئين، لعب كاس عالم شباب او بطوله عالم ناشئين بطوله عالم شباب، فبناء عليه عندهم جزء من الخبرات يعني. طيب لو تكلمنا النهاردة على إيجابيات الودي أو اللقاء الودي اللي حصل النهاردة بالنسبة للهجوم، بالنسبة للدفاع، بالنسبة نقول يعني نقول الإرسال، يعني كل المهارات الفنية. بالنسبة طبعا يعني خلينا نتكلم على أول إيجابية في المباراة، إن احنا ثبتنا بتشكيل في الأربع أشواط الأولانيين، والمباراة الحمد لله خلصت 4-0، واللعيبة يعني كان عندها ثبات داخل المباراة دي. أول إيجابية. الإيجابية بقى الفنية التانية اللي هي بخصوص المهارات اللي حضرتك بتتكلمي عليها، احنا كان عندنا حائط الصد كان الحمد لله إلى حد بعيد كان مميز النهاردة، عندنا مستوى الاستقبال كان كويس، مستوى الدفاع المنخفض كان مظبوط، لأن طالما حائط الصد مظبوط واحنا قلنا كان كويس يبقى لازم هتلاقي الدفاع المنخفض هتلاقيه كويس. حاولنا نقلل اخطائنا في الارسال، ما تبقاش زي امبارح، لان امبارح كان عندنا اخطاء شويه في الارسال كتير، قللناها النهارده الصبح اشتغلنا عليها وقللناها وربنا الحمد لله وفقنا. هي دي من ضمن العلاوه طبعا على ان احنا يمكن النهارده مستر ماركوس لعب ببلاي ميكر واحد وحاول ان هو يكون عليه ضغوط، وكانت التغييرات في أضيق الحدود في الأربع أشواط الأولانيين. طيب ممكن نتعرف على أسماء المنتخب أو منتخبنا اللي مثلنا في الأربع أشواط الأولانية؟
هو لعب في مركز صانع الالعاب احمد صابر فطوطه، لعب في مركز 2 اللي هو الكروس بتاعه او اللاعب اللي بيقابله من على الشبكه هشام يسري، لعب في مركز 3 عبد الرحمن سعودي ومحمد محسن، لعب في مركز 4 احمد جلال واحمد ضياء، وكان الليبرو كان بتاعنا او الظهير اللي هو الحر بتاعنا كان محمد رمضان. هم دول اللي كملوا الاربع اشواط الاولانيين. طيب هو المفترض ان شاء الله بكره او يعني ان شاء الله هنلعب الجزائر المفروض، ولا يعني خلاص كده بالنسبه للمباراه الوديه؟ بصي حضرتك، احنا كان المفروض نلعب ايران بكره، وكان في مباراه اثناء المباراه ايران دخلت تتفرج عليكم. يعني احنا كان المفروض نلعب ايران بكره، بس هو مستر ماركوس فضل ان احنا ما نلعبش، علشان احنا عندنا اكتشفنا بعض الاخطاء طبعا في المباراتين دول، فما عندناش وقت ان احنا نصلح. فتمرينه بكره بالنسبه لنا مهمه جدا، مش هنقدر ان احنا نعملها مباراه عشان نعرف نصلح اخطائنا. الاخطاء دي حضرتك قلتها في اللقاء ولا ما قلتهاش؟ ما قلتهاش طبعا. احنا عايزين نعرفها. لا يعني عندنا بعض الاخطاء في تشكيلات الهجوم كده، يعني ما ينفعش افصح عنها دلوقتي. لما نصلحها او نحاول ان احنا نعالجها، لو ظهرت تاني اقول لحضرتك، لكن طول ما احنا لسه ما عالجناش، لان حضرتك ده تاني مباراه لينا، فلازم حضرتك طبعا رسميه وديه طبعا، وعلى مستوى يعني تاني مباراه وديه رسميه على مستوى عالي. فبناء عليه حضرتك ان شاء الله تمرينه بكره مهمه جدا. كان المفروض هنلعب ايران، بس مستر ماركوس مرضيش، او يعني مش عايز يلعب دلوقتي عشان الاجهاد بالنسبه للعيبه. طبعا طبعا طبعا. اليابان كانت عايزه تلعبنا، احنا كنا مصرين ان احنا نلعبها علشان نتفرج عليها، لكن احنا الحمد لله تحصلنا على بعض الفيديوهات لفريق اليابان وبنشتغل عليها. في الجزائر وصلت او هتوصل بكره ان شاء الله. ففي احتمال يوم 16 لسه، يعني هنقعد يعني هقعد مع ماركوس بالليل ان شاء الله، وهنشوف اذا كان ممكن نلعبها او لا. طيب انا عايزه اقول، سمعت تعليق اثناء سير المباراه، قالوا يعني ان تركيا ممكن تكون يعني مش عايزه تظهر قوتها قوي في اللقاء النهارده الودي، ده صحيح؟ انت لمست كده؟ وارد يعني وارد يكون التشكيلات فيها تغيير، وارد يكون بيجرب حاجات جديده، وارد يكون بيطمن لمجرد ان هي مشاركه وديه بس، وارد الكلام ده كله، بس احنا لينا اداء فرقتنا يعني. اهم حاجه اداء فرقتنا، يعني دي اهم حاجه، ان احنا اطمننا ان احنا في حائط صد عالي اللعيبه بتهرب منه في الهجوم، في هجوم قوي اللعيبه بتاخد بتنجح في حائط الصد يعني، وهكذا. يمكن احنا اللي ناقصنا شويه يمكن يعني الفعاليه شويه في الهجوم السريع، يعني ان شاء الله دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنحاول نعالجها بكره ان شاء الله. كابتن حسن الحصري مدربنا العام لمنتخبنا الوطني تحت 23 سنه، كل التمنيات الطيبه ليك ولمنتخبنا. ربنا يخليك يا فندم، متشكر جدا على متابعتكم، وربنا يوفقنا، ومنتظرين الجمهور يجي يزورنا ان شاء الله يوم 18 في ماتش اليابان ان شاء الله.